عليكم مشاهدين الكرام في برنامج حلاوة العيد الخاص بعيد الفطرة المبارك، وأرحب بزميلتي سعاد. مرحبا بك زميلتي حسينة، وأرحب أيضا بالكتاكيت الصغار اللي راهو معنا في البلاتو، وأهنئ كامل الأمة الإسلامية عامة والشعب الجزائري خاصة وكل طاقم قناة الصباح الفضائية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحيث يأتي هذا العيد المبارك بعد شهر من الصيام والقيام والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. فالعيد بأسمى معانيه هو شكر لله تعالى على تمام الهدى، فهو يوم التسامح والتزاور، يوم النفوس الكريمة التي تجتمع بعد فراق وتتصافى بعد كدر، فهو صلح بين خصام وتقوية الروابط الأسرية وأواصر الرحمة بتبادل الزيارات وإصلاح ذات البين بكلمة التهنئة التي تزيل الحواجز. وتعم فرحة العيد أيضا في معناها الإنساني، يوم تلتقي فيه الغني والفقير على محبة ورحمة، عنوانها الزكاة والإحسان. نعم، ألف تحية لكم مشاهدين الكرام وليك حسينة. أدام الله أعيادكم وألبسكم من تقواه نورا، هلت الأعياد وهي عديدة وكثيرة، تلك القصائد التي قيلت في الأعياد. أحببت إياكم وإياك زميلتي حسينة أن أشارككم هذه الفرحة، فرحة العيد التي تزداد فيها البركة والرحمة والتآزر وحتى التسامح. وعيد الفطر عيد العبادات للمسلمين، حيث يربط بركن الصوم وهو أحد أركان الإسلام، ويكون الفطر بعد الامتناع عن الطعام وأداء صدقات العيد، ويكون بإظهار الشكر والحب والمودة وحتى الإحسان وأبواب الخير، حيث تفتح أبواب الخير خلال هذا العيد وصلة الرحم. إذن مشاهدينا الكرام، لما نطول عليكم نروح نشوفوا هذه الأجواء عيد الفطر ونعود نولو المواضيع واحدة أخرى. لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذه الأجواء الرائعة لاحتفالات الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك. إذن مشاهدينا الكرام، معنا كتاكيت صغار، معنا طيب ومعنا أسيل. مرحبا بك أسيل، قولي لي كيفاش يكونوا عندكم أجواء العيد؟ ديري الحنة ولا تشري حوايج جدد وتمشطي شعرك؟ قولي لي. إيه. عندك أنشودة هكذا تغنيها لنا بمناسبة عيد الفطر؟ إيه غني لي تفضلي. تفضلي. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة بالحرب نذل أيادينا، وإن اليوم عمالقة بالحرب نذل مبادينا. من أجلك يا من أجلك يا يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا، نحن نسول في الماضي وتجرف ثورة من أزل، سجلنا ظهر معانينا والنصر الأكبر
نبذلوا شعار الحون أيانينا من أجلك يا من أجلك يا يا وطني. الله الله, الله عليك يا أسيلة, ربي يحفظها, ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا لك زميلتي سعاد. الله يسلمك زميلتي حسينة. ننتقل دوكا لموضوع واحد آخر, ألا وهو موضوع الزكاة, زكاة عيد الفطر. بحيث كما قلنا أن في عيد الفطر تلتقي محبة الغني والفقير تحت عنوان الزكاة التي هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين من ليلة القدر إلى قبيل صلاة العيد. وإذا خرجت الزكاة بعد صلاة العيد فإنها بذلك تعتبر صدقة. نعم. لازم تخرج هذه الزكاة قبل صلاة العيد. نعم. بل ما تم صلاة العيد. نعم. بحيث فرضت على المسلمين لتطهير النفوس الصائمين, ومقدارها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من قمح أو من أرز, أي كل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان. والصاع هذا يعني أي كيف هنقول لك, أربع حفنات باليدين المعتدلتين. نعم. هكذا نعمروا هكذا أربع حفنات, أربع حفنات. نعم. تكون اليدين. نعم. معتدلة و نعم. متكاملة. وكاين اللي يخرجها ثانية ماشي كما نقول لك الشعير ولا الأرز, ولكن اللي يخرجها بالدراهم, وهذا على حسب واش تحدوا وزارة الشؤون الدينية. يعني شاكاني كيفاش تحدوا. باغ اكزومبل هذا العام حداتو 12000 للفرد. نعم. أي. زادت شويه على العام اللي فات. إيه. بس العام اللي فات كانت عندها 10000 هكذا ولا لا 11 وهذا العام 12. أي زادت. نعم. شويه يعني. نعم. 12000 للفرد. يسمى رب البيت هو مع زوجته باغ اكزومبل يكون عنده ثلاث دراري هكذا يخرج 60000. اي 12000 للواحد. نعم. وهكذا يعني تكون كما قلت لك المحبة بين الفقير والغني, التضامن, التساوي يعني بيناتهم. التساوي ظل في نهار العيد هذاك يكونوا كلهم متساويين, ياكلوا كامل, يفرحوا كاع بالعيد وبقدومه, وتكون فرحة يعني كاملة. نعم. فرحة. نعم. عامرة. نعم. وانت في الموضوع الثاني. نعم زميلتي حسينة, اذا اليوم جبت لكم موضوع اللي هو صلاة العيد. اذا مشاهدينا الكرام نروحوا نشوفوا تفاصيل صلاة العيد. بصح قبل ما نحكوا على صلاة العيد راح نحكوا على التكبير قبل صلاة العيد. وقبل ما كما لبلنا انه التكبير يوم عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد, وذلك بعد دخول الشهر الجديد قبل غروب الشمس اي اخر ايام رمضان. وينتهي التكبير بصلاة أي بعد أن تبدأ صلاة العيد يتوقف التكبير ويكون لفظ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد, ويكون ثلاث مرات إما في المساجد أو في المنازل, وهو سنة على الرجال والنساء إما في المساجد أو في المنزل, وذلك لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها أي جهرا ومباشرة أو صباحا. تكون صلاة العيد التي تعتبر سنة في يوم العيد, وأن يشارك المسلمين جميعا في حضور صلاة العيد حتى ولو لم يكن أو يؤدي البعض صلاة بشكل شرعي. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر الأضحى العواتق والحيض وذواق الخضور. فصلاة العيد سنة مؤكدة وهي ركعتين, ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال, ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح, وأي بحسب رأي رؤى العين, وتسن الجماعة فيها وتصح لصلاتها الشخص منفردا ركعتين. في الركعة الثانية خمس تكبيرات وبعدها تكبيرة القيام. صلاة العيد هي سنة ونية طيبة بارتداء لباس طيب والمشي دون الركوب إلى المسجد لأداء الصلاة, ويسن أيضا أن يذهب المصلي إلى المسجد للصلاة من طريق ويعود إلى بيته من طريق آخر تكثر الخطوات ويكثر من يشاهدها. عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. وحكم صلاة العيد فهي فريضة كفاية وقبل سنة مؤكدة, وقيل أنها سنة مؤكدة.
يعطيك الصحة. الله يسلمك حسينة. ودو كان روحو نشوفو بعض تهاني عيد الفطر المبارك من ولاية برج بوعريريج لنكمل حصتنا مع ضيفنا. فرصة أيضا مواتية لي عبر قناة الصباح هي قناة ولايتنا أنني نتوجه بتحياتي خالصة إلى كل سكان الولاية بمناسبة عيد الفطر المبارك. توجه لكم أنتم أيضا لمساندتكم لنا في كل أعمالنا وكل أشغالنا، مساندتكم لكم تحية خاصة والطاقم الصحفي اللي عملوا معكم بهذه المناسبة. أيضا نتمنى للجزائر أنها يعمها الأمن والاستقرار، وإن شاء الله أن السنة المقبلة تكون سنة نجاحات في المستوى الرياضي ولا في المستوى العلمي ولا في إنجازات أخرى إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد وفيتيا جديد اللي خصناه اليوم حول عيد الفطر، اللي نتمنى من الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات. يرتأينا أن نخرج للشارع ونأخذ بعض التهاني من بعض المواطنين. أرحوا معنا نبدأ مع أول المواطنين. بمناسبة عيد الفطر نهنيكم صحة عيدكم كامل. جينا زيارة هنا للبرج معروضين من المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، احنا مكتب جاية، ورانا جينا هنا للبارك للتسلية، جبنا الولاد للتسلية يلعبوا شوية وكل، والعشية عندنا الحفل الختان. وبمناسبة استقبال العيد كما التقاليد كل تاع الجزائريين نستقبلوه بالفرح تاع الولاد، بالقضيه تاع الولاد فيما يخص الحلويات التقليديه وكل. ونقول لكم نقولها لكم بالقبيليه اسقسام قاس صحه العيد نونا كويف. بمناسبه حلول العيد الفطر سنه 2019 نتمنى يحل علينا بالهنا والصحه والسعاده، ونتمنى ان شاء الله يكون فيه الخير علينا ويكون جديد للجزائر ان شاء الله بمناسبه هذا الاوضاع اللي راهي صاريه في البلاد. وهذا العيد ان شاء الله راكم هنا في ولايه برج بعرريج معروفه بالعادات تاعها والتقاليد تاعها، وان شاء الله يكون حلو بهذه الايام ان شاء الله. ونتمنى نتمنى نتمنى ان شاء الله لهنا البلاد ويدخل علينا يعني كما نقول يعني ولاية تاعنا هذه معروفة بعاداتها وتقاليدها يعني في المجال المأكولات والمشروبات. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رمضان هذا إن شاء الله يتقبل منا ربي كل ويغفر لنا الذنوب تاعنا إن شاء الله يا ربي. وهذا هو مرحبا، مقدم التحية تاعنا إن شاء الله للعائلة تاعنا ناني هي معروفة في ولاية برج بعرريج إن شاء الله، والعائلة والأطفال الأولادي إن شاء الله، وكل الناس إن شاء الله تربح وتهنى بالهنا والصحة إن شاء الله. صحة عيدكم. بمناسبة العيد الفطر المجيد 2019 ببرج بعرريج نستقبل العيد بالحلويات وبشراء الألبسة إلى الأولاد وبزيارة الأهل والأقارب. وبمناسبة عيد الفطر تقدم بتهاني إلى والدي العزيز وكل العائلة، زوجتي وأبنائي محمد وعبد العزيز ونور سلسبيل، وبكل إخوتي وأخواتي، وإلى خال الأولاد المتواجد بأمريكا إدير وأخوه مخلوف، وإلى شعبان المتواجد بفرنسا، وإلى بناتي أختي وأحمد متواجدين بكندا. و عيد مبارك لكل الشعب الجزائري. صحة عيدكم، عيدكم مبارك والعام وانتم بخير ان شاء الله، نلقاكم كل عام بألف خير خويا العزيز. بمناسبة عيد الفطر اتقدم بتحياتي الى جميع الامة الاسلامية والى عائلتي وابي وامي وزوجتي واولادي. بمناسبة العيد صحة عيدكم لجميع الاطفال. بمناسبة عيد الفطر ان شاء الله يكون عام علينا خير ان شاء الله. اقدم تحياتي لعائلتي لاخوتي اخواتي للشعب الجزائري
وان شاء الله تهنا الاوضاع وان شاء الله نكونوا يد واحده ان شاء الله ونتحدوا وفيف لالجيري. صحة عيدكم صحة عيدكم الجزائر وكل المسلمين وكل الشعب العربي وكل ان شاء الله. عيد مبارك الأمة الإسلامية والشعب الجزائري وربي صلى الله يهني بلادنا ان شاء الله يا رب العالمين. واش راح نقول ان شاء الله يعني واش راه وليداتنا هذو ان شاء الله ثاني تحية عيد مبارك لأهلي والشعب الجزائري وصحابي وحبابي وإن شاء الله وربي ينصر ثاني فلسطين إن شاء الله ينصر فلسطين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله ويحفظ وليداتنا وعيد مبارك للشعب الجزائري كله وتحية الجزائر. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عيد مبارك لأهل البرج والجزائر كافة وإلى جميع المسلمين في أنحاء العالم وربي يعيد علينا إن شاء الله بالصحة والهنا ويجعل الأمن والأمان في بلادنا. آمين يا ربي يطور بلادنا إن شاء الله ويرفع عنا هذا الغبن هذا إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وعيد مبارك أجمعين. سعيدكم عيدكم مبارك. إذا وصلنا نهاية الفيديو لهذا اليوم واللي تكلمنا فيه حول عيد الفطر واللي نتمنى ونأمل من الله عز وجل أن يهيل علينا باليمن والخير والبركات. وبهذه المناسبة الكريمة نتوجه بالتحية لجميع الأمة الإسلامية والقاطبة والأمة الجزائرية وإن شاء الله يا ربي يعيدوا علينا بالصحة والهنا. ودائما كما عودناكم على هذه الوجوه البريئة نختموا حصتنا واش تقولوا لنا؟ صحة عيدكم. مرحبا بك دلال، نشكرك على الحضور معنا في البلاتو في يوم الاول من العيد المبارك ونقولك صحة عيدك. صحة عيدك حسينة. صحة عيدك سعيد. صحة عيدكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير. انا اللي نشكرك حسينة وسعاد على هذه الدعوة على الاستضافة المميزة منكم. شكرا جزيلا. وبالمناسبة نعيدكم ونقولكم كل عام وانتم بخير وانت بألف خير وانت إن شاء بألف الله. خير يعطيك الصحة. وكما نعرفوا ان درتي برنامج حكاية تحدي وتأتي أيضا برنامج رجال صدقوا في شهر رمضان المبارك، حكينا هكذا شوية على تجربتك في برنامج حكاية تحدي. بخصوص برنامج حكاية تحدي طرقت فيه لعدة حالات، حالات إنسانية تحديت المرض، كافحت، صبرت وحققت نجاحات، في حين طرقت الواحد عنده شركة آيس كريم ما شاء الله، شخص مبتور الرجل متسلق جبال ويتبرع للأموال الإخوان الفلسطينيين، في حين كثير طرقت الكثير من الحالات الإنسانية. ودائما أقول أنه بالصبر والعزيمة والإصرار، دائما نقول لهم مثلث الحياة بهذا الصبر والعزيمة والإصرار هما الأساس. أكيد هما الأساس. وما رحش تقول أنه المرض تاعي يعيقني على أداء مثلا حلمي وتحقيق طموحاتي، لا بالعكس تماما. العامل النفسي هو اللي يحطم الشخص وليس المرض. كل شيء والإرادة وقوة الذات والشخصية والثقة في النفس راح تصنع الكثير بالرغم من الإعاقة والمرض. صحيح. يروح ويج هكذا كي نشوفوهم حنا يكون عندنا تشجيع والنقوة وأكثر باش نديروا حاجة باش نوصلوا للأهداف تاعنا. صحيح حسينة. على ما ذكرتي أنه كما قلتي أنه راح من خلالهم راح تحقق الكثير. صحيح. من خلال الأعداد اللي طرقت لها في كل عدد نزيد نكتشف أنه الحمد لله على نعمة الحمد لله على النعم اللي مدهنا ربي سبحانه. الحمد لله على الحمد البصر. الحمد لله كل شيء على نعمة الصحة. الحمد لله. لهذا نقول في كل عدد لنرفع التحدي، لا شيء مستحيل، سواء المرض، سواء تعيش في حالة اجتماعية مزرية، ظروف اجتماعية،
من خلال الكلام تاعنا وجدت فتاة صادفت فتاة تعيش في أوضاع مزرية يعجز اللسان حقيقة لكنها ما شاء الله نوجدها الله في المعدلات تاعها جيدة ممتازة نقاطها ممتازة حتى أنه الأساتذة المعلمين تاعها يشكروها دوما متفوقة ما شاء الله في مسارها الدراسي لهذا أقول أنه المرض ماهوش عائق ولا حاجز عائق لا شيء مستحيل هذه هي. أما بالنسبة للبرنامج اللي درتيه في شهر رمضان المبارك رجال صدق وحكينا على هذا البرنامج وعن تجربتك فيما يخص برنامج رجال صدقوا اولا الفكره تاع حكايه تحدي اسمحي لي حسينه كانت الفكره من الاستاذ رضوان عثماني ونعيم كرينا اللي دائما مورايا دائما يوجهوني دائما مدوا لي افكار جديده ان شاء الله يا ربي كذلك برنامج رجال صدقوا كان الفكره من الاستاذ رضوان رجال صدقوا طرقت فيه شخصيات اسلاميه تاريخيه كان في 7 أعداد طرقت الكثير من الشخصيات منهم عبد الحميد بن باديس الأمير عبد القادر عمر المختار اللي هو قدوة لي منذ الصغر والعنوان تاع البرنامج تفاصيل حياته نعم عنوان البرنامج كان الشيخ مصطفى هو اللي مدولي رجال صدقوا هو كان خالدون الفكرة الأولية كانت عنوان البرنامج أكيد عنوان يجذب المشاهد رجال صدقوا عنوان هايل بزاف نحييه بالمناسبة ونحييه كامل ربي يحفظه إن شاء الله وشكرا جزيلا على ما يقدموا للقناة إن شاء الله واش كيف لقيتي تفاعل المشاهدين والجمهور للبرامج هذو تاعك؟ نعم التفاعل كل من عدد يزيد العدد الأول كان شوية العدد الثاني شوي بداو يتعرفوا عليه نعم العدد بديت نوجد في صفحتي الخاصة بديت نوجد أساتذة قراوني في جامعة محمد بوضيف بالمسيلة قسم علوم إعلام واتصال بديت نوجد في النصائح والملاحظات اللي شافوها نقصة فيا مدولي نصائح وملاحظات صححتها في كل عدد نحاول نصححها هكذاك خير كي مدولك الملاحظات باش ما ديريهاش في العدد القادم ولا تصحيها كيما قلتي صحيح لهذا في كل عدد نذكر ونقول انه اي ملاحظات اي نصائح ماذا بكم توجهوها لنا لاننا نحن انتم وانا انتم نحن هذه هي فعلا مش عيب اللي يغلط صحيح العيب اللي يقول انا وانا وانا صح. لكن لا كل نعم كل ما ديتي ملاحظه كل ما ديتي نصيحه راح تفيدك اكثر شيء اكيد وكيما من هنا يكون النجاح العكس ما تقولي انا وانا وانا العكس راح تلقاي روحك في مستوى ضعيف جدا نعم صحيح يعطيك الصحه دلال ان شاء الله دائما برامجك تكون ناجحه وتفوق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا زميلتي دلال نشكرك بزاف على حضورك اليوم معنا وخارج عن كل هذه المواضيع حبيت نسقسيك على اجواء عيد الفطر في داركم ولا عندكم وين تسكنين انتيا في برج بوعليريج حكينا هكذا على العادات والتقاليد نتاعكم في عيد الفطر بالمناسبة أولا نحيي الشعب الجزائري خاصة بعيد الفطر ونهنئهم وكل عام وانتم بخير كما عليا نهني الأمة الإسلامية كافة نقول لهم كل عام وانتم بخير كذلك بالنسبة للأجواء العيد كباقي الشعب الجزائري كباقي العائلات الجزائرية أجواء العيد قبل العيد بأيام قليلة نبدأ نوجدوا الحلوى القاطو مع الأولاد الصغار إذا كان عندنا صغار في العائلة يعاونونا في حلوة القاطو لأنه دائما الأم الفضلة ربي يحفظها إن شاء الله تقول أنه الأولاد الصغار هما الفيل تاع العيد ماذا بهم يخلطوا شوية في القاطو تاع العيد تلقاهم يخلطوا يحجنوا ويأكلوا هذيك هي حلاوة العيد نوجدوا القاطو نهيئوا المنزل بيان مليح وفي العيد الأول الرجال يلبسوا ويتعطروا ويتوجهوا للمساجد لأداء صلاة العيد في حين النساء تكون في المنازل توجد القهوة الحلوة تلبس الأولاد الصغار وتبدأ المغال كي يجي لصلاة العيد نعم يجي تبدأ نغافروا بعضنا
نعم. نغافروا بعضنا وكل عام وانتم بخير. اكيد عادات هايله بزاف خاصه نعم. كي يكونوا صغار هكذا كي تتفكر العيد تفكروا كي تكون صغير كي تكوني ولاتيني حسينه الحاجه لابد من القناعه توجدي اطفال صغار في المحلات فيها بالجيل هذا ما يقتنعوش باللبسه اللي يشروها للوالدين وهي كي كنا بكري كنا مقتنعين الحمد لله يا لو كان حاجه صغيره يعطيك الصحه يا لو كان حاجه صغيره نفرحوا بها وهذيك الدويره هذيك تاع الحله صحيح نفرحوا بها تكون حاجه جديده نفرحوا بها نعم في هذا الوقت تغير شويه تغير العادات ثاني غلاء الاسعار ثاني وهما يشرطوا تمشي كيما بكري تشري حاجه نعم. جديده خلاص دوك يشرطوا لازم الجين لازم لي روب لازم نعم. يعطيك الصحة على هذه اللي شوية نقصت حلاوة العيد صراحة ماشي كما بكري كما دوك نوجدوا الأولاد الصغار دوكا يحكموا هما اللي يختاروا واش يلبسوا لا يروحوا للحلاقة ويوصوها ألافونس باش يكون صح يتبعوا لا مود صحيح زميلي دلال يعطيك الصحة الله يسلمك حبيت هذه النقطة قولي لي واش بالكاطو زعما هكذا تكون في العيد أساسية ما تخطيكمش كاع في الدار إما في العيد الفطر أو في عيد الأضحى هي عيد الأضحى المولد النبوي الشريف كذلك كل مناسبة عيد الفطر دائما الغريبية يما لازم ما تخطيش الميدة لازم ندير وبيد يما أي كون ما تكونش بيد يما ما تتكلش صراحة وفي الحلوة العيد تحبي توجديها أنت ولا تشروها؟ أكيد أكيد دائما كل عيد كل سنة نوجدوها في الدار حتى ولا كان عندك ظروف تحبي توجديها؟ كان ظروف قاهرة يا لو كان كيما تقول يما يا لو كان موديل واحد يا لو كان غريزية معليش يا لو كان حلاوة العيد وطيب في الدار يا لو كان فعل طيبيه في الدار يعطيك الصحة دلال الآن تقدري توجهي كلمة وتعيدي كامل العائلة تاعك بالمناسبة نعايد أولا حسينة وسعاد شكرا جزيلا على هذه الدعوة نهنئ أمي كل عام وهي بخير ماما بابا ربي يحفظهم إن شاء الله ويخليكم تاج فوق راسي إن شاء الله خويا العزيز وصديقي الوفي اللي توجور نلقاه معايا اختي صغيرة قمر واختي ميرا ثاني ونهنيها بالمولود الجديد تاعها وائل ربي يحفظهم إن شاء الله ويتربى في عزهم إن شاء الله كل عام ومونة مشيرة صورية رايان ماريا بألف ألف خير وبلا ما ننسى بلا ما ننسى صديقتي الوفية رفيقة الدرب صغيري سارة ربي يحفظها إن شاء الله وكل عام وانتي بخير كل عام والعائلة الكريمة بألف خير ريغي نجات كروم سامية بلا ما ننساها هي اللي تحلي المجموعة إيمان زهار وإيمان أسطروا ثاني إيمان يبارك لما ولا شلا كل عام وهما بخير بلا ما ننسى اكيد اساتذتي كامل واضح الاستاذه واضح الاستاذ صاولي الاستاذ بوعزيز سعيداني اللي كامل يوقفوا بجنبي ودائما يساندوني ويمدولي الملاحظات كما اهنئ عائلتي ثانيه اسره قناه صباح الفضائيه فردا كل عام وانتم بخير مراسلين اعلاميين مقدمي برامج تقنيين كامل كل عام وهما بخير وعلى راسهم الشيخ مصطفى يعطيك الصحة دلال يعطيك الصحة دلال شكرا أيضا احنا تاني فرحنا وحكينا بيان كي جيتي للبلاطو يعطيك الصحة شكرا جزيلا شكرا لكم على هذه الدعوة كنت جد سعيدة بوجودي معكم في حلاوة العيد يعطيك الصحة دلال شكرا جزيلا إذا مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذه التفاصيل كلها مع زميلتي دلال نروح نشوفوا أجواء العيد في ولاية بويرة ما تروحوش بعيد